ما نطلع فاصل نشوف حوادث اختطاف الأطفال، حوادث منتشرة بشكل كبير في المحافظات، وأيضا زي ما شفنا جماعات إرهابية تكفيرية تقطع الرؤوس وترسلها لعوائل الضحايا. تخيلوا الطفل أيضا اللي تم اختطافه ده، يعني عثر عليه قتيلا بعد ذلك في الشارع. حوادث الاختطاف المختلفة كنا قد نبهنا منها من قبل، يعني في حوادث اختطاف بهدف المساومة والابتزاز المالي، يعني اختطاف من أجل الحصول على أموال، وفي اختطاف لعمليات انتقامية، وفي اختطاف لعمليات إجرامية يعني مختلفة. الطفل يوسف 12 سنة، يوسف الألفي، تم اختطافه، عثر عليه مقتولا بعد ذلك. السيدة غادة إبراهيم والدته، يا مدام غادة ربنا يصبر حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يصبرك وتماسكي، وقولي لي ايه اللي حصل مع يوسف. يعني يوسف كان طالع رايح الدرس بتاعه الساعة 5، وطلع من الدرس، المفروض انه طلع من الدرس الساعة 6. الطالب في سنة كام هو؟ هو الطالب في تانية اعدادي. تانية اعدادي، يعني حوالي 14 سنة 13 سنة يعني. بس هو جسمه ضعيف شوية، يعني مش الجسم الكبير يعني. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ هو المفروض بعد الدرس ده بيطلع الساعة 6، بيرجع للبيت على طول عشان عنده درس تاني، فما رجعش. فضلت مستنياه لغاية الساعة 7:30، فلما بدأت أقلق عليه اتصلت على تليفونه، بدأت أتصل على التليفون بتاعه، لقيت التليفون بتاعه أغلق مغلق. تليفونه مقفول وما تعرفوش عنه أي حاجة خالص ومحدش شافه؟ لا، اتصلت على المستر اللي بيديه الدرس بتاعه، قال ان هو جه في الميعاد بتاعه ومشي في ميعاده. بدأت ادور عليه وزودنا البحث، قعدنا ندور في المستشفيات وندور في الشوارع لغايه الساعه 10:10:30، قلنا خلاص كده يبقى هو اتخطف. واحنا كنا بنسمع اليومين دول على حاجات خطف كتير، رحت لمركز الشرطه عشان ابلغ عنه. مركز الشرطه قال لي خلال 24 ساعه، بعد 24 ساعة تقدري تبلغي عنه. بس قعدت اقول لهم ان ممكن خلال 24 ساعة كده يكون اتقتل، يكون اتصفى، يكون اترمى في اي حتة. انتوا في بلد ايه يا مدام غادة؟ ده كفر صقر. كفر صقر شرقية. وايه اللي حصل بعد كده بقى؟ بعد ما حصلش اي مساومه معاكم في فلوس او حاجه؟ لا 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 ابدا، لا ما جاش، بالعكس احنا كلنا فتحنا تليفوناتنا على اساس ان احنا نستنى لو اي حد يطلب اي فدية او اي حاجه، بس ما فيش. فضلنا احنا نستمر، احنا الاهالي كاهالي كده، اهل يوسف وجيرانه وحبايبه بيدوروا عليه لغايه الساعه 9 الصبح، لما جالنا خبر ان هو في المستشفى العام. احنا كنا طبعا سيبنا خبر في المستشفيات كلها، هو وصل الساعة 9:10 في المستشفى العام. رحنا بقى المستشفى العام يا استاذ وائل، ربنا ما يكتب على حد بقى، مش منظر طفل ده، منظر واحد كان داخل يعني اول مع ايه؟ مع كمية بلطجية، عدد لا نهائي، 4 خبطات في الراس، تشيم في الراس. احنا عندنا في صور منتشرة بس لا نستطيع يعني نشرها. الخبطات اللي في الراس دي كلها طبعا لما شفتيها في الواقع صادمه يعني. وكانت مش باينه بالوضوح اللي هي موجوده في الصور دلوقتي، لان كان في شعر بس، كان في بقى نزيف كتير. التيشيرت بتاعه كله دم، البنطلون بتاعه كله دم، الشنطه الهاند باج بتاعه اللي هو لابسه على ظهره كله دم، كتبه كلها دم. هم
لما اول ما رحت المستشفى قعدوا يهدوا فيا ويقولوا لي ان هو كويس وان هو العيل اسمه وما فيهوش حاجه ومش عارف ايه. يعني لما انت حضرتك وصلتي كان لسه بين الحياه والموت. ما هو الحمد لله ولسه على قيد الحياه وما ماتش. يعني هو الحمد لله نجا من الموت يعني. لا ما انا خدته اتحول من المستشفى العام على مستشفى الاحرار في الزقازيق، وده مستشفى برضو عام بس كبير شويه، واحنا حولناه من المستشفى العام دي على مستشفى خاص تانية، وعملنا له عمليه في المخ استمرت حوالي تقريبا 5 ساعات عشان يعني احتاج لعمليه في المخ. دي استمرت 5 ساعات تقريبا. طب الحمد لله انه نجا من الموت، وهو هل تمكن من انه يقول اي حاجه يدلي باي معلومات؟ للاسف لا، وللاسف تقريبا الشرطه مستنيه كده، مستنيه انه يفوق ويقول بمعلومات. بس الدكتور اللي عامل العمليه لغايه دلوقتي قال انه ممكن ما يتذكرش اصلا، ودي من رحمه ربنا بيه، ما يتذكرش حتى الاختطاف واللي بعده، من لان الخبطه كانت جامده، الخبطات كانت جامده والعمليه جامده، فممكن تأثر عليه ما يفتكرهاش دلوقتي خالص. إن شاء الله يقوم بالسلامة ويتعافى ويقدر. لكن ما فيش حد قالك إنه شفنا حد خطفه، حد خده، ما فيش أي معلومات؟ ما فيش أي معلومات. هو طبعا اللي كانوا بياخدوا معاه بس الدرس، وبدأنا إن احنا نسألهم، الطالب بقى مثلا واحد زميله يقول كلام يرجع اهله يخوفوه ان هو يشهد او كده، يقوم راجع في الكلام تاني، كل طفل يقول لي الروايه ويرجع فيها تاني. هم دلوقتي قابضين على طفل على اساس انه كان شد مع يوسف، كان بينه وبين يوسف مشكله قبل الدرس. في طفل تاني زميل له يعني. لكن اللي في وشه ده او اللي حصل له ده لو في طفل مشترك معاه من المجموعه او طفل مشترك معاه في الدرس ده اكيد بمساعده حد كبير، يعني طفل مش هيقدر يعمل كده في صف واحد، لازم يبقى مساعده حد. بس هم قابضين على الطفل زميله ده؟ قابضين عليه، وبس بتهيألي افرج عنه النهارده. طبعا ما يعني ما نقدرش نتاكد له علاقه ولا ملوش علاقه يعني. على التليفون، هو كان معاه تليفون واغلق، طلب تتبع للتليفون، مفيش تتبع للتليفون حصل لغايه دلوقتي. الحمد لله ان ربنا نجاه وان شاء الله يقوم بالسلامه يا مدام غاده ان شاء الله. بشكرك الف شكر. الجريمه طبعا لو شفتوا الصور والضربات اللي على راس الطفل يعني بشع. عموما في كل الاحوال يعني ده حادث اختطاف من نوع خاص، يعني ظاهر في حوادث اختطاف الطفل ما بيظهرش، بيتم المساومة على الفلوس او بيتم قتله سواء دفع او ما دفعش، حوادث مختلفة ومنتشرة.